تعد السودان امتداداً طبيعياً لمصر، فالعلاقات بين الشعبين والبلدين أزلية وتاريخية، حيث تؤكد مصر دائماً على علاقات الأخوة والتضامن مع السودان. كما تحظى العلاقات بين البلدين بتعاون وتنسيق متواصل من أجل الصالح المشترك، وهو ما يحرص عليه الشعب والقيادة السياسية في كلا البلدين. في الوقت الذي يعد فيه السودان امتداداً طبيعياً لمصر، تستمد العلاقات بين البلدين العريقين قوتها من أزلية وتاريخية العلاقات بين شعبي وادي النيل، حيث ظل الترابط بينهما قائماً طوال مختلف الفترات دون انقطاع، إيماناً من القاهرة والخرطوم بأهمية واستراتيجية العلاقات بينهما، سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد العلاقات في إطاريها العربي والإفريقي. وفي هذا الإطار تؤكد مصر دائماً على علاقات الأخوة والتضامن مع السودان، وأنها علاقات استراتيجية بالغة الأهمية، والتي عكستها الزيارات الرئاسية المتبادلة على فترات متقاربة بين البلدين. مصر وبثقلها الإقليمي والدولي تبذل كافة الجهود لدعم الأمن والاستقرار في السودان بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما تحظى العلاقات بين البلدين بتعاون وتنسيق متواصل من أجل الصالح المشترك، وهو ما يحرص عليه الشعب والقيادة السياسية في كلا البلدين. كثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنسيق مواقف مصر والسودان بشأنها أمراً حيوياً لصالح الشعبين والأمة العربية والقارة الإفريقية، في مقدمتها بالطبع ملف مياه النيل والتعاون بين دول حوض النهر لصالح الجميع، وملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي، إلى جانب ملف التنسيق بشأن القضايا الإفريقية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي والمنظمات القارية والإقليمية الأخرى، أو من خلال التعاون الثنائي في مواجهة بعض القضايا الحيوية مثل مكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك تتواصل العلاقات بين مصر والسودان لتكتب كل يوم سطراً جديداً في شراكة تاريخية واستراتيجية فرضها الموقع الجغرافي وعززتها الروابط الوطيدة بين شعبي البلدين.